شو طالب في الاداره النصر؟ شو طالب معه؟ شو اقول بعد فوق الخساره هذه؟ والله مره انا ماشي معه، والله ما شفنا. بس اللي يعز اللي المفروض لعيبه النصر المفروض اللي هم يحسون فيه ان الدوري محسوم وهذا الجمهور يحضر. نبغى مستوى، احنا لما توحنا 10 سنوات احنا نبغى مستوى مستوى مستوى. وين الخطا في النصر؟ الخطا وين في النصر؟ الخطا تبدا من الاداره، المفروض على المراضين على الاداره. لا لا، بالنسبه شوف الان الاداره عندها مبلغ المعين، عند الميزانيه اللي تقدر تجيب المحترفين. من هو من يقول اداره النصر كحلال ما يقدر يجيب امثال رادوي وامثال بالهامسون؟ لكن المشكله في اللي يكون مع في اللي يصنعون القرار والسماسر اللي يضغطون للفائده. يعني انا لما اجيب لاعب مثل بتري لو اجيب بتري لو اجيب مصطفى ادريس الان، مصطفى ادريس وهو معتزل الان له حوالي 7 سنوات 8 سنوات بيبدا مع النصر الان اكثر من بتري وهو معتزل له 7 سنوات على النصر الان. الموسم هذا احنا نطالب منافسين على بطولتين اللي هي الاسيويه، البطولة الأسيوية وبطولة وكأس خادم الحرمين الشريفين. إذا ما حققنا أي بطولة السنة هذه، السنة الجاية إذا ما حققنا عشان ملايين طالبون بسعد يرجع. نطالب بسعد يرجع، بس يوم جاء وقت عقده وتكلموا الجمهور تحطون احتياط عشان المبلغ يقل، عشان ما في فريق ياخذه. الحل في النصر سعد الحال مو بالحل، بس هذا تحطيم اللاعبين، هذا تحطيم لاعبين. سعد يبي يقدم، يوم تكلم الجمهور عليه تحط احتياط عشان المبلغ يقل ولا تقدر تدفع. هذا واضح سعد، واضح. غير كذا دراغان اتمنى دراغان هذا ينشات. غير كذا يعني تشكيله لمده 6 شهور وهو يلعب عليها نفس التشكيله. نتكلم عن مباراه اليوم، نتكلم عن مباراه اليوم. شو اللي تطلب انا من فريقي؟ اطلب الشوط الثاني، اطلب من فريق، اطلب من دراغان انه ينزل عبدو برناوي، ينزل برناوي، يرجع برناوي مكان بتري حلو، وينزل ريان بلال. ريان بلال يا اخي حرام يا اخي جالس في احتياط، اقسم بالله ريان حرام يجلس في احتياط، قسما بالله. ما في لعيبه يا اخي اجانبنا ما يمشوا مع النصر، يمشوا مع نجران مع الحزم. والله شيء يقهر يا اخي، والله شيء. اتمنى انك تطلع، اتمنى. عبد الرحمن القحطاني، عبد الرحمن القحطاني لاعب كبير على روسنا، لا يغر اللي جالس في الاحتياط. لكن الحارثي، الحارثي اتمنى ان الحارثي يراجع حساباته ويعرف انه هو ابن نادي النصر. طالبون بالتجديد مع الحارثي؟ انا اطالب بالتجديد يا اخي. الحارثي يا اخي هو الوحيد اللي بقى من ايام الرمز. انا اطالب بسعد الحارثي انه يبقى في النادي. ما يسر والله، انا اتمنى من الاداره تغيير الدفاع بالكامل. اتمنى ان سعد الحارثي يطلع من النصر، لانه هو اللي ضيع الجمهور الصراحه. وبتري اضعف مدافع شفته على خط واحد لعب يا محمد عيد. خلصت المباراه، خلصت ما بيننا فوائد ولا سوي يحلمون فيه النصر. 8 دقائق يمكن الاتفاق يسجل الرابع، مستحيل يظلونك على كلام الهريفي 10 ساعات النصر ما راح يقول هدف. اتمنى من الاداره تغيير الدفاع بالكل. حرام بتري، حرام في قاروه، حرام ميكين، جايبينهم على قلط فايده ليه؟ شو استفاد منهم النصر حاليا؟ ممكن الاتفاق يسجل الرابع. الاتفاق يستاهل لاعب اليوم، وفريق مو كثير مادا، بس لاعبين افضل من النصر، اجانبه افضل ومحليين افضل. وحرام يوم قطع ماجد هزاز يلعب الدوخي مشيب، عمره 45 سنه ما منه فايده. هو احسن عبد الغني خلاص برا، لازم تجديد الاداره، تجدد اللاعبين ما منه فايده. شفت الهلال اللاعبين اعارات بس بدون انتقال. لو يجي في النصر 10 وما يهزنا كلام احد والله. درب كان غلطان لاعب بخمسه اهواء 3-0 ما هو مشكله. العب 4-4-2 ولعب لي ريان وسعد هجوم، او ريان وسهلاوي. سعد نزل ما سوى شيء، معلش لعب من البدايه. سعد محارب من قبل جماهير خارجيه وللاسف بعض الجماهير النصراويه والاعلام الانتخابي. يعني تعبنا يا اخي، الى متى؟ هذول اجانب، هذول محترفين اجانب، هذول انا لو انزل العب زي منه قاعد يغطون عليه اللعيبه المحليين. الى متى؟ نبغى اجانب، نبغى مدرب، نبغى فريق زي الناس. مهما سوى هذا دقيقه هذا العالمي على الناصر. والله ما أعرف إيش أقول لك، لكن أتمنى كحيلان يشوف الجمهور ذا. والله ما يستاهل، والله ما يستاهل نصر فريق جمهور ذا ما يستاهل. لا ما أنا ما يستاهل. شوف حسرة في عيونك. شو أسوي؟ أجنبي واحد عندهم، شوف إيش سوى. أجنبي واحد. طيب إلى متى يعني؟ أي أصغر واحد يعرف النصر إيش يحتاج؟ عالم النصر يبكي اليوم؟ يبكي ونص بعد. شوف الجمهور، شوف جمهور الاتفاق ما في لا. ما أعرف إيش أقول لك. شو اللي طالب بالأمير فيصل بن تركي؟ شوف الدمعة ذي، بس شوف الدمعة ذي.